ناس كتير تسأل احنا صورنا فين، يعني المعلومات اللي موجودة على جوجل احنا صورنا في لبنان في المغرب، بس المدينة اللي صوروا فيها فين، اللي هي أصفهان، قلعة ألموت جابوها ازاي، الطرق الجبلية اتعملت فين، التفاصيل اللي اتعملت ازاي، صلح لنا المعلومات، احنا مصورين هنا مش كده ولا ايه؟ احنا في حاجات اتصورت بره وفي حاجات اتصورت كتير جدا في مدينة الانتاج. فيعني احنا عندنا اماكن لو قدرنا ان احنا نستغلها هنطلع حاجات هايله جدا هتعيش عمر كبير قوي. عندنا تفاصيل عن الانتاج والديكورات اتعملت فين، اتصورت فين، الحاجات تفاصيل العمل، يعني مدينه اصفهان زي ما قلت لك كده، قلعه ألموت، الحاجات اللي هي اتعملت دي، اكيد كان في تفاصيل كتير عن القصه دي. في طبعا تفاصيل كتير جدا، وده بيبقى مسؤول عنها المسؤولين عن الاماكن اللي هم بيختاروها من المنتجين، سوري مش المنتجين، اللي هم فريق البحث فريق الانتاج نفسه، ان هم يختاروا الاماكن المناسبه للكاتب، وهو بيحدد الاماكن بالاتفاق مع المخرج بيشوف الاماكن دي فين.